احنا غير قادرين على التواصل معاه. فمع الاسف احنا بنستسلم غالبا، وكل ما اقراه اغلب ما اقراه هجوم على الجمهور. مره في قصيده سقطت لرياض السلطاتي، عادي كلنا مهما كنت قديمة ممكن تفرق منك حاجه. فقال القصيده نجحت والجمهور هو الذي سقط. طب الجمهور الذي سقط ده هو نفسه اللي نجح الاطلال السلطاتي واحال غلوه باللغه الفصحى، باللهجه الفصحى، الى غلوه شعبيه الاطلال بالفصحى دي بالكلمات بالخيال. كانت احد اغانينا الجماهيريه في التوزيع، يعني كانت الناس تسمع الاطلال وتسمع انت عمري، يعني انت عمري سنه 64، لما جت الاطلال 66 تفوقت عليها بالارقام. يعني معناها ايه؟ انه قدر رياض السلطاتي بكلمات ابراهيم ناجي الفصحى كما راى الحب سكارى مثلنا وما ولا انه يجعل الجمهور يغني ويردد كلماته. فالعيب ليس ابدا في الجمهور. خلي بقى الدكتوره دوريه تعبر. انا الحقيقه متفقه جدا مع يعني طارق الشناوي فيما يقول. العيب ما اقدرش ابدا اقول انه في المطالب. صحيح ونتكلم بصراحه انه مستوى التعليم العام بيأثر على اعمار متفاوته، ازاي كل ده يطلع على الشاشه ويصل للناس ويزال برنامج توقف لكن سحره لا يزال قائما ولا يزال كمالياته فعلا جزء من ثقافتنا كلنا. حتى الذي يعني لما كان صغير كان بيسمع النادي السري، اكيد لما كبر بعد كده بدا يفهم ليه بقى في برنامج مهم خلق حاله مهمه في الحياه المصريه الكبرى. انا بفتح باب النقاش لحضراتكم كما يحمل، بس عايزين اختصار وعايزين تكسيك رسمي. اتفضل قدم نفسك. أحمد سيدي، أنا على فكرة طلبت قهوة عشرة، فكرة دلوقتي شوف إيه؟